ومعنا ياسر الدوماني مدير مكتب الهيئة السورية للأعلام ينضم إلينا من ريف دمشق. ياسر أبدأ معك من حي جوبر. النظام يعاود قصفه بغازات الكلور السامة بعد خسارته في المناشر وعرفة، ضعنا في صورة الوضع بكل تفاصيله. نعم، أهلا بك سيدتي، صباح الخير. قبل قليل تعرض الحي في خبر عاجل لقصف بقذائف من العيار الثقيل. تدور الآن اشتباكات في حي جوبر على الجبهة الشمالية للحي من جهة حاجز عارفة، عاودت الاشتباكات طبعا ليلا كما ذكرتم. جبهة المناشر كانت مسرحا للغازات السامة المركزة، غاز الكلور أدى لسقوط 7 مصابين بحالات اختناق. نحن وثقنا ربما هذه الحالة 25 على التوالي في الشهور القليلة الماضية التي يستهدف فيها حي جوبر بالغازات السامة. هناك أعراض على المصابين، إقياءات، تشنج عضلي للثيان، بالإضافة لبعض الاختلاجات وبعض الحالات الخطرة التي عالجها الأطباء بأدوات بدائية، أكسجين وغيرها، إماءها وغيرها من وسائل طبية. نحن نتكلم عن حي جوبر ذو الأهمية الاستراتيجية التي يحاول النظام السيطرة عليها عبر محور الطيبة، عبر محور المناشر، عبر أكثر من محور، ولكن عندما لا يستطيع يقوم باستخدام الغازات السامة ويقوم بتفجير المباني ويستخدم سياسة القصف عن بعد في سياسة لتدمير الأبنية وسياسة الأرض المحروقة كما يصفها الثوار في المنطقة. نعم. بالنسبة لمخيم اليرموك هناك اشتباكات على أطراف الحي، ضعنا في صورة الوضع، سير المعارك حتى هذه الساعة. نعم، منذ عملية جبهة النصرة من حوالي 4 أيام وحتى اليوم يشهد المخيم تصعيد، بدأ التصعيد بغارات طيران الميج الذي توقف عن قصف المخيم ل9 شهور، ثم تبعه استهداف من حي القاعة بالصواريخ الموجهة. تدور اشتباكات بالفعل بين فتح الانتفاضة وميليشيات، يعني نتكلم عن ميليشيا أحمد جبريل التي تقاتل ضد مخيم اليرموك والثوار الموجودون في المخيم الذين يقاومون دخول النظام. أيضا الثوار في المخيم قاموا بإطلاق عدة قذائف على مواقع عسكرية للنظام ردا على إغلاق معبر بديل الواصل إلى تلك المنطقة. طبعا ليست المنطقة الوحيدة التي تدور فيها اشتباكات، يعني نحن نتكلم في الأيام القليلة الماضية هناك قتلى من ميليشيا الدفاع الوطني في مخيم اليرموك جراء الاشتباكات. أيضا بيت سحن القريبة من المخيم وهي في الريف الجنوبي قام النظام بتفجير عدة أبنية بعد محاولته التي باءت بالفشل لاقتحام المخيم وبيت سحم. أيضا الغوطة الشرقية كما نوهتم تشهد تصعيدا، يعني نتكلم عن ارتفاع عدد شهداء مجزرة دومة إلى 7 شهداء معظمهم أطفال جراء القصف على المنطقة. نعم، شكرا لك ياسر الدوماني مدير مكتب الهيئة السورية للأعلام، كنت معي من ريف دمشق عبر سكايب.